تحية رياضية وتحية قلبية لمشاهدينا الكرام ومتتبعين هذا البرنامج. تحية كذلك السي عبد العالي الغاوي اللي ارتأى باش أنه ينظم هذا الاحتفال تزامنا مع هذا الشهر الأبرك، شهر رمضان المعظم، وكذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة. تحية كذلك لجل هاد النساء اللي غيتم الاحتفاء بهم اليوم، نساء اللي وضعوا البصمات ديالهم من ذهب في كل وحدة على حدة في الحقل ديالها وفي الميدان ديالها. وكنتمنى هذه مناسبة باش نعطي واحد نداء لجل نساء المملكة المغربية، نساء عربيات مسلمات، باش أنهم يتحلوا بالتحدي وكذلك يهزوا راية المملكة المغربية خفاقة في جل الميادين إن شاء الله بإذن الله. تحية كذلك لصاحب جلالة نصره الله اللي فتح مجالات واسعة المصراعين للمرأة المغربية، وإحنا مقبلين على إعادة النظر في المدونة، مدونة الأسرة، باش تعطى لها كل مكان اللي كتستحقها كمرأة أم وزوجة وأخت. توكل بدأت المسار ديالها وهي فتاة ما كيفوقش يعني العمر ديالها 15 سنة، وبرهنات من خلال السباق ديالها في سنة 1984 بلوس أنجلوس في الألعاب الأولمبية آنذاك على أن المرأة، وهي كانت تسابق الزمن على أن المرأة هي عندها كفاءة وعندها قدرة وعندها أحلام ممكن أنها يعني تحققها. ذاك السباق 400 متر حواجز كان عبارة عن درس للحياة، مدرسة للحياة، كتعلمك التحدي، كتعلمك لائحة طويلة ديال الأشياء اللي فادت نوال المتوكل في حياتها. بالتالي نوال المتوكل فتحت واحد المجال واسع لجل فتيات للمملكة المغربية مسلمات عربيات إفريقيات، باش حتى هم يمكن لهم يحلموا يوم من الأيام ويصيروا بطلات في مجالات متعددة. وشفنا من بعد نزهة بدوان ما شاء الله وحسنة بن حسي واللائحة طويلة ديال البطلات اللي يعني عبروا عن الكفاءات ديالهم وفازوا بألقاب دولية، وبينوا على أن المرأة المغربية عندها كذلك إرادة وقوة باش انها تقوم بالتحدي. بعد انسحاب نوال المتوكل من ميدان التباري ارتأت باش انها تدخل لعالم واحد تجربه اخرى اللي هو عالم يعني الحوكمه داخل هيئات وطنيه قاريه ثم دوليه، ودخلت كذلك عالم السياسة، لأن كان من السهل باش أنها تعيش حياة مطمئنة كبطلة سابقة وزعما تعيش تكمل ديك الأحلام وهي فاز ميدالية ذهبية أولمبية، ولكن ما بغاتش أن المسار ديالها يوقف عندك الحد، ولكن بغات تدخل المجال الآخر وتشوف يعني كيف تم تهميش المرأة في القرن الماضي. كانت عندها واحد مكانة دنيا في عدد من المجالات، وبالتالي ارتأيت شخصيا باش أنني ندخل هذه التجربة الدولية ونفيد للمرأة المغربية العربية المسلمة والإفريقية، وكذلك نفيد البلد بلدي الحبيب المغرب. لأن لما تكون نوال جالسة في هيئة دولية كاين العالم المغربي اللي كيشوف بين عينها، اللي تكون بين عينيها ماشي شيء آخر. وبالتالي دور نوال المتوكل في هذه الهيئات هو إلمامها بعدد ديال المواضيع اللي يعني فادتنا كمملكة مغربية، عندها علاقة بالتكوين، التكوين المستمر، التمويل، البنية التحتية، محاربة المنشطات إلى غير ذلك. واش ممكن أكيد ما ننساوش أن نوال المتوكل هي فكانت فتاة يعني من عائلة متواضعة، ولكن كان عندها واحد طموح كبير، واللي نوال المتوكل بغات تعطي كنداء لجل هاد فتيات المغرب وكل نساء المغرب، هو من كل شيء يعني يمكن لك تخلق واحد الحدث. وكنظن ان التربيه عندها واحد الدور كبير، والمحيط العائلي عنده واحد الدور اكبر، لان كيغرس فيك واحد الثقه، كيغرس فيك واحد اشياء متعدده اللي كتخليك دائما تزيد الى الامام. ما ننساوش ان سباق نوال المتوكل كان هو سباق القفز على الحواجز، كانوا 10 الحواجز وهما بالنسبه لي كانوا حواجز الحياه. ربما كيمكن لك تدوز ذاك الحاجز، وغالبا في الاحيان يمكن لك تسقط وكيخصك عاود تنوض وتزيد الحاجز الثاني.
وإلى غير ذلك حتى كتدوز 10 ديال الحواجز. بالنسبة لي كانت مرة أخرى مدرسة للحياة، وهذا هو لو ميساج اللي كنبغي كل مرة نمر الفتيات، أنهم ما يحبسوش في السقطة. أو الواحد من كيسقط أول مرة وتيقول لك لا أنا خصني نغيب على هذا الميدان لأن ما عنديش حظ. إذا أنا كنمدد يعني هذه الرسالة مرة أخرى للنساء باش انهم يتحلوا بواحد روح التحدي وحب الوطن والايمان بالله سبحانه وتعالى، باش انهم دائما يزيدوا الى الامام، والجد والكد بصفه دائمه ومستديمه. كنتمنى هذا رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالطمانينه والراحه والهناء والرفاهيه، ويحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا، ودائما ان شاء الله وابدا الى الامام، وربي يحمينا ويحمي جميع الامه المسلمه.